الأهلي يؤكد صدارته لقمة الدوري ويهزم إنبي 2-0 بكل سهولة، والشوط الثاني مهرجان للأهداف الضائعة. كابتن شريف ألف مبروك للنادي الأهلي. مبروك، 3 نقاط مهمين جدا زي ما اتفقنا. حط أول قدم بقى خلاص ويبعد إن شاء الله ويخلص الدوري قبل نهاية الدوري بإذن الله بماتشين ثلاثة. 3 نقاط مهمين بخبرة لعيب النادي الأهلي، بتحركات لعيب النادي الأهلي النهارده، بسرعة لعيب النادي الأهلي وحالته البدنية. ولكن هناك أكثر من فرصة كانت ممكن تعمل احتفال كبير أول النهارده بست سبع ثمان أهداف. 8 فرص الشوط الثاني بالظبط. 8 فرص. لا يعني لو لاعب ركز شوية ونازل من بره لجوه وشايف الملعب والفرقة اللي قدامه محبطة ومسلمة الدنيا، تقدر أنت تعمل لنفسك كام باك كويس جدا يخليك في وسط الفرقه ويخلي الجهاز الفني كله يبص عليك. بنتكلم عن كندوسي، بنتكلم عن طاهر، بنتكلم عن قفشه، في حالات كتير قوي حصلت ساعه ما نزلوا عملوا طفره ومسكوا الملعب. حقيقه تحركات ديانج النهارده تدي فرصه كتيره قوي للعيبه اللي حواليك، انت انك انت تطلع لقدام، تطلع كوره لقدام، تحاول تمتع نفسك. انا مش هقول حاجه تانية. يعني انت نازل تلعب كوره مش نازل تعمل اي حاجه. مش كلامي معناه ان احنا كنا وحشين او اللعيبه دي كانت مش كويسه، لا، لكن عندكم فرص كبيره جدا ومساحات كتيره جدا مفتوحه في الملعب، تقدر تخلص على الفريق اللي قدامك باكتر من هدف، تقدر تخلص على الفريق اللي قدامك بخمس ست اهداف. فليه لا؟ ليه ما تطمعش لنفسك؟ وبعدين بيجي لك فرص صريحه منك للجول. يعني فرصه طاهر دي كمان، يعني عايز ايه طاهر تاني؟ انت لما بتيجي نقول لحد وانت راجع من اصابه، انت كنت لاعب نمره واحد بالنسبه لكولر المدير الفني، المدير الفني بناء كان بيعتمد عليك انت وقفشه اعتماد كلي. فالنهارده لما تبقى في اصابه وترجع ما بنطلبش منك تعمل كل حاجه في الكوره، ولكن الكوره بتخدم، الكوره بتدي لك، لان تبقى انت اقل شيء تقدر تعمله انك تبقى مركز. كذلك قندوسي، مش معنى ان انا ما لعبتش من اول مباراه ان انا لاعب بديل او لاعب، لا، دي ما بقتش القاعده عندنا في الفرقه عندنا احنا. لا، انت بالحاله البدنيه بتاعتك، بالجو بتاعك العام، بالتدريبات، انت بتجبر الجهاز الفني ان هو يعتمد عليك. النهارده لقيت نفسك ما ابتديتش، بكره هتبتدي. طب ليه ما ابتديش وانا جايب جولين الماتش اللي فات؟ او احمد عبد القادر يزود الحصيله كذا مره، بيخش جوه وبيعدي من واحد واثنين وثلاثه، لو رايح الكره لواحد تاني جول، لو هو اتصرف تصرف من بدري جول. فهي الحاجات دي اللي احنا محتاجينها في الفترة الجاية بقى، لما انا بعرف اوصل لمنطقة الجزاء كده وبتوغل فيها وبعرف اطلع محمد هاني، والراجل عايز اتنين تلاتة يعملوا سويتشات عشان انقي. محمد هاني بقى بيلعبها وانت لازم بقى تعمل الكاتنج عليها او تقطع على الكرة في انك انت تروح تجيب في 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 الكرة اللي جت اوف سايد. لا، كله كان واقف سليم واتلعبت والراجل خدها بوش رجله. كمان عايزين في الايه مش اوف سايد نعمل الحركة دي ونعمل الشكل ده. علي معلول كالعادة الحقيقة راجل رمانة ميزان، بيمسك الكرة هو وديانج. مروان عطية وحمدي فتحي عملوا كل اللي عليهم. كويس ان افطن مارسيل كولر ان هو يخرج اللعيبة دي ويدخل اللعيبة دي. كان لازم علي معلول اول واحد يطلع من الملعب عشان يريحه في الفترة اللي جاية دي. بنبارك لمصطفى شوبير ان احنا شفناه بقى اخيرا في الملعب. برافو علي لطفي النهارده، ثبات بعده ثبات. وارد لك لو كان جاله شد ولا اي حاجه، هو مسك الخلفيه. معلش بس هو ما جالوش حاجه بصراحه. يعني النهارده الراجل ماسك ال 18 بتاعه ومفتح عينيه كويس قوي، كورتين بس اللي راحوا له، صد واحده والثانيه. ف جمله كده المباراه كلنا اجمعنا ان الاهلي في ايده في اي مباراه بيلعبها انه يحرز الهدف الاول، انتهت المهمه بالنسبه لك. صحيح. فالنهارده كنا نطمع ان يكون بعد الاداء ده والتحركات ده والجري ده نبقى عندنا حصيله اكتر من 5 اهداف. مبروك ان شاء الله، اللي جاي احسن باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء الف مبروك، 3 نقاط مهمين وبيقربوك خطوه اخرى من درع الدوري. دي اهم حاجه النهارده، 3 نقاط ضمنتهم من بدري. يعني من اول بعد اول هدف خلاص الموضوع انتهى تماما. اللي يشوف فرقه انبي بعد الهدف الاول تعرف ان الموضوع انتهى تماما. مفيش فريق، يعني بمعنى اصح انا مفيش فريق. لكن 3 نقاط الحمد لله مهمين. بس يؤخذ بقى الشوط الثاني على لعيبه الاهلي ايه؟ لما تجي لك فرصه
انك مكان الاثنين دول واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ليه لا؟ هو ده بقى السؤال. ليه لا؟ صح. ليه كم الاهداف الضايعه مع فريق متهالك تماما مستسلم استسلام مش طبيعي خالص؟ واللي خلاه استسلم كده الهدف المبكر اللي جه فيه، بغض النظر عن حارس المرمى اخطا، لكن خلاص هو عارف ان هدف بحاله النادي الاهلي بحالته هو الموضوع بقى صعب يرجع للماتش، شبه مستحيل. الهدف الثاني انت نهيت المهمه بالنسبه له. هو كل كان بيعمله بيقضي وقت في الملعب وعايز الوقت يعدي واخرج من الملعب. في ماتشات كده الفريق المنافس دايما عايز الوقت يعدي باي طريقه. خرجت 2-0 الشوط الاول. الشوط الثاني لما بقى المنظر امبي فتح الجيم أسوأ من الشوط الاول بالمنظر ده، لا لازم يبقى في سن الطمع. هو بص يا ايمن، طول ما انت في الملعب بتتعلم. النهارده درس جامد بس خاص شويه، ان هو فريق استسلم قدامك لازم استغل الفرصه كويس جدا. انا اشتت بالنادي الاهلي مع الترجي، قلت النادي الاهلي استفاد بكل الفرص اللي جات له، مش عيب بكره قدم، و3-0 في الترجي هو ده الصح. ده المفهوم بقى، ده المفهوم اللي كان لازم يتلعب بيه الشوط الثاني بقى كمان النهارده، مش عشان دي افريقيا وكان قبل النهائي، لا ده لازم يبقى مفهوم عندك انت كلاعب كوره كفريق بالظبط، يعني الكيان كله كيانك كفريق من اول المدير الفني لحد كل اللعيبه. جات لك فرصه مع فريق خلاص استسلم تماما لازم تستغلها بالظبط، لازم. هو ده اللي حصل، عشان كده الناس كلها اشادت بالنادي الاهلي مع الترجي. ما قالوش الترجي ضعيف، لا لا، قال لك الترجي الاهلي قوي، وفعلا دي حقيقه. الاهلي قوي لان هو استغل الضعف بتاع الترجي، دي كره قدم وحصل ظروف، قوتك وشخصيتك بتبان. بس هي المشكله ايمن ان ده انبي وده الترجي، دي بطوله ودي بطوله، ده فريق وده فريق، عشان كده انت كنت اهتمامك الاكتر بالترجي. انما الدوري العام خلاص انت يعني انت حسمت المهمه بدري 2-0، ثلاث نقاط اللي انت عايزهم النهارده الحمد لله تمام، ودي اهم حاجه النهارده، ثلاث نقاط الحمد لله بيقدموك خطوه كمان لدرع الدوري، اللي انا شايف ان الموضوع مساله وقت. أيوة. حتى لو عطا عبد الرحمن هنا ما هنا ومش هنا ما نشوف عطا عبد الرحمن كويس، لكن هي مساله. بس انت قصدك ان ليه ما تزودش؟ يعني ليه ما تزودش الغالي؟ يعني بص النهارده اليوم مهرجان اهداف ضحيه حلو وكل حاجه وكان بالنسبه لك ماتش خفيف مش ممل يعني ومش متعب، ليه بقى ليه مش 5-6-7 ليه؟ خصوصا ان انت الشوط الثاني كل هجمه بتوصل للجول بالظبط، انك الفريق امبي خلاص مسلم تماما يا ايمن. ده في كوره كان بيروح 4-2، واللي في كوره اللي راح فيها القطاع طاهر محمد طاهر سنة بطء وبعدين بدا يفكر كتير اكتر من كوره مع محمد مجدي واخدر محمد عبد القادر، القادر بيعدي فبتغبط فبترجع له بتساعدك الكوره، بس انت مصمم على هدف واحد انت عايز تجيب جول. صح. على فكره لما تطلع 3-4-5 هيقولوا النادي الاهلي كسب 5. توزيعة الاهداف دي مع اللعيبه مش ده اللي هيعبني، لكن في الاخر النتيجه اللي هتتقال تقول النهارده كسب 5. مين بقى جاب؟ كابتن شريف وايمن واسامه جاب جول وبلال مش عارف جايب جولين، بس الاهلي كسب. بس الاهلي كسب كام؟ صح. 5 هو ده او 6 زي ما انت عايز براحتك، قول اللي انت عايز تعمله، خصوصا النهارده كل حاجه متاحه تماما انك تعمل سكور ده. لكن يعني بنتعلم. يعني ارجو النهارده ان كولر ما يعني ايه يعني يبقى درس اللعيبه النهارده، اما تجي لك الفرصه لازم تستغلها تماما حتى لو هتلعب دقيقه. يعني انا متاكد ان لو حد غير طاهر ونزل دقيقه وجالهم انفراد بالشكل ده، ده دي بالنسبه كره المباراه هجيب جول لنفسي انا. بص هو انا واثق مليون الميه ان مستر كولر هيتكلم عن مهرجان الاهداف الضايعه في الشوط الثاني، لان دي ظاهره بالظبط. انا ما اعرفش هو بيفكر في بس دي ايمن، بس انا بقول لك اكيد هيتكلم. دي ظاهره واضحه، ظاهره واضحه في النهارده. شفت علاء الكره الاخرانيه اللي كانت هتيجي فينا جون؟ اللي بالدماغ دي جت في كتفه وطلع بره، جت في كتفه وطلع بره، بقينا 2-1. طب تخيل انت قابل بقى. بص لا مش حكايه قابل، لا تخيل انت بعد كل ده تخيل انت بعد اللي انت بتتكلم فيه ده والفرص دي وتيجي حاجه زي كده كره يعني بين قوسين كده هبله سوري يعني تيجي وجول يطلع النتيجه ايه؟ 2-1. بص انا بتكلم في ايه؟ في 5 و6 2-1. لكن لما تيجي تتفرج على المباراه لا ده النهارده مهرجان كان لازم يستغل، واكيد كولر هيتكلم عن النقطه دي. لكن خلاص 3 نقاط الحمد لله، طمنت على بعض اللعيبه زي ما قلنا خصوصا في الشوط الثاني. ان شاء الله علي لطفي بقى اصابته خفيفه، ان علي لطفي وجوده مهم جدا 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 ان شاء الله. هو كان هو نزل، لكن الاحسن اللي حصل ده ان مصطفى شوبير يلعب وعلي لطفي حتى لو هو سليم. لا انا اطمن ان المباراه ما فيهاش، انت ما عندكش ضغط خالص يا ايمن، عشان كده بقول لك النهارده كل حاجه كانت متاحه انت بتعملها. النهارده عمرو السوليه انت شايفه في ال 18 في 6 يارد 4-5 مرات، لغايه ده هو ضيع واحده بالشمال في العرض.
فالنهارده كل حاجه متاحه. اللي عايز يجيب جول النهارده عشان ياخد ثقه زي الفراوده، ما هو الفرويد ثقته بتجيله من الهدف. انا بقى عشان كده بقى على طاهر ليه؟ لما يجي لك فرصه زي طاهر وتلعب خمس دقايق وتجيب جول، انت هتروح النهارده اكتر واحد مبسوط اكتر من لعب النهارده الماتش كله مظبوط وما جابش جول او جاب جول، لكن انت خمس دقايق جبت جول رجعت للثقه بتاعتك. صحيح. في الاخر ايمن انا دايما بتكلم على السلبيات البسيطه. الحمد لله بسيطه، لكن تتعالج عشان اللي جاي. اللي جاي عشان الانديه الكبيره والنادي الاهلي الحمد لله ما شاء الله عليه دايما بيدور على الحاجات الخفيفه قوي اللي هي ما تعملش مشاكل عندك. اما تجي لك فرصه تكسب 4-5 لا اكسب. مش هيقولوا النادي الاهلي ده كسب 6-5 ده انبي كان ضعيف. ما انا مالي انبي كان ضعيف، طب ما نكسبش 5-6 ليه؟ بس صحيح. فالنهارده مبروك ثلاث نقاط مهمين جدا 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 ان شاء الله بيقربوك لدرع الدوري. والنهارده خد الحاجات الحلوه اللي حصلت. محمد شريف جاب جول النهارده الحمد لله، عبد القادر جاب جول النهارده. في اهداف كتير قوي ضاعت، لكن في الاخر يعني انت كسبان. صحيح. طول ما انت كسبان حتى لما تيجي تعالج بتعالج وانت مش مضغوط وانت هادي ومبسوط اساسا بثلاث نقاط. صحيح. كابتن اسامة الف مبروك. يعني هو تقدم او مكسب مستحق للنادي الاهلي في سير المباراه الشوط الاول والشوط الثاني. لا النادي الاهلي فارق كتير جدا عن انبي، يمكن زي ما قال كابتن علاء كنا نتمنى ان عدد الاهداف يزيد وخصوصا ان جت فرص كتير، ولكن في مكاسب كتير منها كابتن علاء قال لك برضو انت بتهدف او بتجيب جوال للماتش اللي يمكن العاشر على التوالي من 11 مباراه. الماتش اللي انت ما جبتش فيه بس هو ماتش الوداد، في الوداد احنا بنتكلم على كل البطولات استقبلتش اهداف كمان النهارده. ما انا لسه هقول الرجاء، سوري الرجاء في الرجاء اللي هو 0-0. النهارده شباكك نظيفه النهارده، يعني ان شاء الله نطمن على علي لطفي. علي لطفي للمره الثانيه النهارده 21 فوز 21 مكسب في 2023. انا يمكن قبل علي لطفي ما يطلع قلت لك انا نفسي مصطفى شوبير ما كنتش كنت اتمنى طبعا ان علي لطفي يحصل له حاجه. برب علي ما يسمعش. ها يا رب علي ما يسمعش، ده مشكله عندك. لسه كنت بقول له انا اتمنى اشوف بقى مصطفى شوبير دلوقتي كمان. مش قصدي علي، مش قصدي علي، قول له مش قصدي علي. فيعني المكاسب كتير النهارده. لا ما فيش شك، يعني اولها الثلاث نقاط بتوسع الفارق لاقرب منافسيك اللي هو بيراميدز 4 نقاط دلوقتي، ولسه ليك 4 ماتشات مؤجله. فان شاء الله يعني بدون مقاطعه ان شاء الله النادي الاهلي بطل الدوري هذا الموسم، وبقى عنده كل الفرص انه يدي للمجموعه حتى اللي بعيده شويه انه ترجع للحاله الطبيعيه بتاعتها، او اللي ما عندوش الثقه تجيله في الماتشات اللي جايه. طبعا انك انت النهارده اضعت كم الفرص الكبيره دي، كل يعني يمكن دي كانت اوضح حاجه في الشوط الثاني كل الكباتن اتكلموا عليها، لكن زي ما انت قلت المكاسب كانت كتيره. يعني علي لطفي النهارده كان واقف على رجله، ادى بشكل في ثبات، بيطلع توقيتاته كويسه في الخروج من المرمى، كان عنده ثقه حتى لما الكره بترجع له في الباص بالقدم، فادى بشكل كويس. لعب مصطفى شوبير في الدقيقه 97 بعد اصابه علي لطفي، برضو شفنا مصطفى. صحيح الاختبار عليه ما كانش كبير، لكن كويس انه برضو لعب وخد. في مجموعه كانت بعيده عن المشاركه زي السليه الفتره الاخيره، قفشه، القندوسي برضو لعب، طاهر يعني لعب 5-6 دقائق، ومع ذلك كان ممكن يجيب جون او اتنين. يعني النهارده زي ما الكباتن اتكلموا انه كانت اوضح حاجه انه تقريبا كل اللي كانوا في الملعب سواء اللي ابتدوا الماتش او اللي نزلوا كبدلاء كلهم يعني توفرت لهم الفرص انه يحرزوا اهداف. يعني طبعا باستثناء حارس المرمى اللي هو شوبير، يعني عبد القادر وهو موجود جاله اكتر من فرصه كان ممكن في حاجات يمررها للي جنبه كانت تبقى هدف سهل. شريف جاله صحيح جاب هدف جميل، وعبد القادر جاب هدف، لكن جالهم فرص تانية. حمدي فتحي جاله قبل ما يخرج، بيرسيتاو جات له واحده
اتصرف فيها بشكل كويس، ولكن يمكن لو حطها باتقان اكتر كانت واطيه، كانت رضا بره الجون راحت فوق القائم. كل الناس بقى اللي نزلت كمان، يعني طاهر جاله فرص، القندوسي جاله فرص، قفشه جاله فرص، يعني تقريبا كل المجموعه اللي كانت في الخط الامامي اللي لعبوا او البدلاء وبتوع نص الملعب. فكانت النهارده فرصه ان نجيب خمس ست جوان وبسهوله. الماتش الشوط الثاني اتفتح تماما، هو اصلا من الشوط الاولاني مفتوح، ولكن كمان الشوط الثاني تقريبا كل، يعني حتى كابتن تامر غير من اسلوب لعبه وشال محمد اسماعيل من الديفنس اللي هو كان بيلعب ثلاثه في العمق، بقوا اثنين بس اللي هو كالوشا وصبيحه وعلي فوزي يمين، وغير داوود نزل احمد عيد ونزل زياده في نص الملعب ودى رفيق كابو كراس حربه تاني تحت اوفا، وبقى على اليمين نادر حواش، وعلى الشمال عبد القادر عبد الرحمن عماد عشان يعوض الهدفين اللي دخلوا في مرماه. فنص الملعب والمدافعين كمان الخطوط اتفتحت اكتر، فالفرص تسهلت للنادي الاهلي. ففي زي ما قلنا اضاعه الفرص كانت من الحاجات اكيد اللي مستر كولر هيتكلم عليها، لكن من الايجابيات انه ناس كانت بعيده لعبت، ناس رجليها يعني ما كانتش موجوده في الملعب ابتدوا يخشوا تاني زي السوليه وقلنا وقفشه. يعني انا مش شايف الشوط التاني اقدر اتكلم عليه كتير، غير انه طبعا ديانج النهارده على فكره قام بدور كبير. صح. وكمان احنا يمكن كنا بنتكلم على النقطه دي، كويس انا افتكرتها، احنا بنقول لما بنلعب لما بيلعبوا ثلاثه في نص الملعب ديانج بيبقى واخد الجنب اليمين مظبوط، ومروان هو اللي امام المدافعين. مظبوط. وانا يمكن قلت لك قبل كده ديانج لما بيلعب هو رقم ستة صح، بيحس ان عرض الملعب بتاعه صح، لانه بيلعب على مسافه 30 يارده كده و30 يارده كده، هو عنده جهد كبير قوي، وده اللي حصل بعد خروج مروان. ما هو ده اللي انا كنت اقوله. ايوه، عرض الملعب بالنسبه له عريض، فبيروح يقطع عند معلول، ويروح يقطع ورا هاني، ويقطع ورا السوليه، ورا قفشه، هو ده اسلوبه. ولما حتى بيخترق للقدام في المساحه الكبيره بيقدر يروح لانه خطواته واسعه. مزبوط. لكن شويه لما بيلعب في الجنب اليمين ومروان هو سته وحمدي شمال، حمدي بيقدر يقوم بالناحيه الهجوميه كويس صح، لكن هو بيبقى مخنوق شويه. مزبوط. لان هو لما بيقرب من ال 10 متر اللي هي جنب الخط جنب هاني، تصرفه ما بيبقاش زي مزبوط لما بيلعب هو اللي قدام قلبي الدفاع، فبيبقى صح المساحه كبيره قدامه. مزبوط. فدي وضحت قوي لما مروان خرج وهو اللي بقى في نص الملعب عنده الاريحيه بقى، يعني ايه رئته اتفتحت. رئته اتفتحت، هو عايز يجري 30 يارده كده و30 يارده كده و40 50 يارده لقدام، فتحس ان هو فقام بدور كويس النهارده. يعني في اكتر من لاعب طبعا قام بدور كويس، ولكن اخيرا طبعا مبروك، وده كان اهم حاجه، الثلاث نقاط البدلاء اللي لعبوا. نسيت تشيد بمحمد شريف. طبعا انت طبعاً. يعني محمد لا شريف، انا يعني تملي كنت بقول انه شريف من الناس بتعرف تجيب جون، فبرضه لما يكون عندك حد بيعرف يجيب جون حتى لو جات له فتره مش موفق بيضيع بتاع، كان فيه ضغط عليه شديد. صحيح. من الناس بتقلقه، لكن لما بيجيب اهداف هو دلوقتي تاسع هدف ليه. هو هداف الفرقه، هو هداف الفرقه للدوري. بالنسبه للدوري مظبوط، وتسع اهداف يعني، وكان رجل المباراه النهارده برضو من الرابطه. فلما بيلعب وبتجيله ثقه انه يجيب جون انت محتاجه، زي لما كهربا بيلعب مثلا لا قدر كهربا مصاب، كهربا عنده ثلاث انذارات، احيانا ده بيريح وده بيلعب، فلازم يكون عندك بديل. فهو برضو النهارده يعتبر ادى دور بشكل كويس. حتى النهارده الكوره ما بتضيعش من رجله زي ماتشات تانيه، يعني في واحده وصلها لحمدي فتحي انفراد، حمدي فتحي ضيعها اتصرف فيها لكن حطها في رجل الحارس. فبرضه شريف من الناس اللي ادت بشكل كويس النهارده. يعني اخيرا مبروك الثلاث نقاط، وان شاء الله موضوع بقى الفرص دي لازم نبقى مركزين قوي فيها في ماتش الوداد. بالظبط ان شاء الله رب العالمين. كابتن بلال، شفنا على مدار الشوطين تفوق واضح في النادي للنادي الاهلي، الف مبروك الاول. ف
فوق واضح ان النادي الاهلي الفوز تحقق بكل سهوله، لان النادي الاهلي هو اللي فرض اسلوبه من بدايه المباراه. خليني قبل ما حضرتك اسمع كلامك، انما هكلمك على بعض الارقام اللي تثبت فعلا ان النادي الاهلي النهارده يعني كان فارض سيطرته في جميع اوقات المباراه. نسبه الاستحواذ 73% للنادي الاهلي، ام بي 27. التمريرات بالنسبه للنادي الاهلي 729 تمريره صحيحه من 806، من اصل 806، يعني معنى كده ان النسبه 90%. ام بي عدد التمريرات 299 خلال المباراه، الصحيح منها 208، يعني نسبه 70%. كويس، تعال بقى للجزء الخاص اللي كابتننا اتكلموا فيه، محاولات على المرمى. انت محاولاتك على المرمى 24 هجمه، 24 هجمه، منهم 6 بين الثلاث خشبات. ام بي 3 محاولات على المرمى، منهم واحده بس بين الثلاث خشبات. بالنسبه للركنيات، نادي الاهلي 7 ركنيات وام بي ركنيتين. اكتساح. طبعا الارقام ما بتكذبش، ومش بس الارقام اللي ما بتكذبش، يعني ساعات انت مثلا تباصي 50 باصه صح، بس ما لهمش قيمه، مش مجديه، ما لهمش قيمه يعني. لكن النهارده استحواذ 73%، الشوت اون تارجت 6 من 24، مسجل هدفين. اللي عليك بقى كابتن، اللي عليك يا كابتن ايمن، انت بص بقى في الحته اللي عليك دي الاهم. انت الفروقات كبيره جدا جدا جدا، 37% استحواذ، 27% اسف، تمام، 3 محاولات على المرمى الانبي. يعني انت النهارده انت خليت من انبي، انا اسف مع احترامي اليوم، في الهجوم فريق عشوائي. ايوه تمام، ما عندوش هدف. تمام، انت النهارده لعيبه انبي بيعملوا ايه؟ يلا بسرعه ادي قدامه يجري بسرعه، هو مش عارف هو راح فين. أيوة. تمام، ما عندوش تارجت، ما عندوش بلان بيشتغل عليه، انت اللي خليته عمل كده. مظبوط، لان انت ضغطته في نص ملعب، فبالتالي العب الكره التطوليه، ما فيش حد موجود قدام، ما فيش سبورت من اللعيبه اللي جنبه، فالكره تروح يجري بيها بالعرض، ما فيش حد، تتقطع الكره لصالح لعيبه النادي الاهلي. الاهلي بيعزف سيمفونيه بقاله فتره كبيره. صح، اداء جيد، لياقه بدنيه عاليه جدا، تمام، ودي حاجه تحسب برضو للجهاز بشكل عام، المدير الفني والمساعدين بتوعه والراجل بتاع الاحمال البدنيه. الاهلي فايق في المباراه، سجلك التهديفي جيد كل مباراه، من بدايه المباراه لنهايتها، في سرعه في الاداء، في تحركات، تحرك بدون كوره، وده شيء جيد من لعيبه النادي، هو ده اللي بيخلق الفرص الحقيقيه. صح، بتتحرك من غير كوره، بتباص بسرعه، بتتحرك بسرعه، تتحول بسرعه، دي الحاجات اللي بتفرق فريق عن فريق. يعني انت النهارده ام بي بيلعبوا ازاي؟ بيلعبوا كرات كلها كرات طوليه، مفيش تحركات بالعرض، حته الانتشار في الملعب مش موجوده، لكن انت بتنتشر بشكل كويس. اوقات كتيره جدا كان مشروع محمد هاني بيخش على ال 18، تمام، بيخش قلب الملعب ويجي مكانه مروان او يجي مكانه ديانج، تغييرات في مصر، شريف يقوم طلع على الطرف، عبد القادر يقوم داخل في القلب، بيرست يقوم داخل في القلب، في مصر شريف يقوم رايح ناحيه اليمين. هي دي التحرك بدون كوره، الانتشار السريع الصحيح في الملعب، والانتشار السريع في الملعب، انك بتظهر زميلك بسرعه، في كام كوره في الشوط الثاني، طب باصي من رجل لرجل 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 لرجل، الحاجات دي زمان ما كناش بنشوفها، لكن دلوقتي اصبحنا بنشوف فرقه النادي الاهلي. فالنهارده الاهلي بيعزف سيمفوني. الاهلي اخر 12 مباراه، انت كسبان 11 ماتش ومتعادل ماتش، تعادل ماتش بالك، ماتش واحد من 12 مباراه، ده ريكورد كبير جدا، خد بالك، خد بالك في ظل، لا وخلي بالك لا في نقطة بس مهمة جدا، اقول لك على حاجه، في ظل انك انت المباريات متتاليه بشكل كبير. صح، يعني انت ممكن تبقى انت فريق زي الاهلي. أيوه، الطبيعي النهارده يجي من الدقيقه 70 تلاقي بقى داون، تمام، مزبوط. ليه؟ لان انت بتلعب ماتشات كتيره جدا جدا، بطولات مختلفه، بغض النظر عن البطولات، لكن انت بتلعب يعني المباريات كلها متلاحقه، تاخد بالك، مفيش فروقات، يعني ما بتريحش كتير، باستثناء بس الفتره اللي انت اخذتها اللي هي بتاعه مباراه السيمي فاينل، دي الفتره الوحيده اللي الاهلي ابتدى ياخد نفسه فيها، لكن ما قبل ذلك انت بتلعب كل 72 ساعه مباراه، بتلعب مثلا سبت وثلاث او سبت واربع وثلاث اربع، تلعب الحد الثاني عشان تدخل في يعني تفضل دايما مستمر في البطولات، ما تتاخرش كتير يعني في بطوله الدوري العام. فالنهارده
لا انت ادائك جيد، بدنيا واقف على رجلك، اللعيبه بتتناشر بشكل كويس، الهارموني جيد ما بين اللعيبه وما بين بعضها، المدير الفني واضح ان هو بيحط وحاطط ايديه في الملعب وادائه واضح وباين على اللعيبه في الملعب، مبتسم دايما، خد بالك ودي حاجه جيده جدا، خد بالك انا دايما لما اشوف المدير الفني بتاعي مبتسم ببقى عندي ثقه في نفسي، خد بالك باخد جرعه التفاؤل من المدير الفني بتاعي، مش تنس ما تلاقوش على طول واقف بره الملعب متنشن وقافل وغضبان، لا هادي خالص. الكلام ده بينعكس عليك في الملعب. طبعا بينعكس على اللعيبه في الملعب بشكل كبير جدا يا كابتن ايمن. فالنهارده الاهلي وصل لمرحله هو الافضل في الدوري العام بلا منازع. صح. انت بالطريقه دي تكسب اي فرقه وانت مستريح بلا منافس، يعني وانا قاعد في بيتنا نقول الاهلي كسبان، مش شرط اجي استوديو واعرف مين، لا بتكلم عليا انا مش بتكلم على الفرقه ان شاء الله، فاهم قصدي؟ يعني وانا قاعد في البيت باي تشكيل لا خلاص هيكسب، خلاص احنا قاعدين عارفين بقى مروان هيتحرك ازاي وقالوا جانج هيمشي بأنهي طريقه وامتى محمد داني هياخد الخط وامتى بيرسيتاو هيضم لجوه، فاهم قصدي؟ فخلاص ابتدينا عارفين واثقين خلاص في فرقه النادي الاهلي، واثقين في تحركات اللعيبه داخل الملعب. هي الفكره كلها اللي اتكلموا عليها كباتن، ازاي انت من 24 فرصه تمام بتسجل هدفين؟ ازاي؟ ازاي انت من ست سجل اصعب هدفين؟ ازاي تروح كابتن الاثنين اللي مش مفروض يخشوا؟ انت عارف يا كابتن شريف يعني من ضمن الحاجات اللي مش اون تارجت الكره بتاعت عبد القادر، الكره بتاعت طاهر دي من ضمن الحاجات اللي مش اون تارجت، اللي مش محسوبه لك ان هي بقت اون تارجت، انت على خط على نقطه البنالتي، فاهم قصدي؟ وبتشوط الكوره بتحطها بره الجول، كورتين يعني كورتين شبه مش شبه انفرادين 100% يعني نسبه التهديف فيها تتعدى 80% او 90%، فاهم قصدي؟ ودول مش محسوبين اون تارجت، ده انت بتحسب 24 الاهلي 6 اون تارجت يعني مش كتير على تسجيلك هدفين فيهم مش كتير، لكن لما تبص لنوعيه الفرصه نفسها لا دي فرصه محققه بنسبه 90%، فاهم قصدي؟ فالنهارده لا يا جماعه لا انا بكسب وعندي ثقه ان احنا هنكسب في اي وقت تمام، وعندي ثقه ان الاهلي افضل بكتير جدا جدا من كل الفرق وافضل النهارده بكتير جدا جدا من امبي، ولكن انت برضه يا كابتن انت محتاج انك تسجل اهداف، زي ما قال كابتن علاء كلم قال لك انا النهارده ليه ما اكسبش 5 و6؟ النهارده ليه ما اكسبش 7؟ عندي فرصه ان انا اعمل ارقام قياسيه تمام، مش بس مكاسب. انت في اوقات بتطلع من السيزون تقول لا انا السيزون ده انا مسجل 80 هدف، فاهم قصدي؟ عامل ريكورد 80 هدف، انا السيزون ده مسجل 70 هدف، انا السيزون ده ما دخلش في مرمايا غير مثلا 8 9 اهداف او 10 اهداف على الاكثر يعني. فالنهارده لا في حاجات جنب المكاسب، في حاجات جنب البطولات بتضاف ليك، الا وهي الحاجات اللي انت بتسجلها، الحاجات الارقام القياسيه اللي المفترض تشتغل عليها. مستر كولر ماشي بشكل جيد جدا جدا مع النادي الاهلي، ناجح بشكل كبير جدا جدا زي ما اتفقنا كابتن، قلنا قبل الاستوديو هو راجل بيحب يعمل ايه؟ بيحب يكسب ويغير ماشي، ما بيحبش يغير ويستنى ان هو يكسب زي ما عمل النهارده. أيوة. برضو التغييرات خلاص انا اطمنت بقى، اغير مروان بقى واغير بيرسيتاو وهغير بعض اللعيبه وهغير هيغير بعض اللعيبه خلاص انا اطمن على المكسب. استراتيجيه جيده بتدل ان هو مركز جدا جدا، بتدل ان هو عايز البطوله بيسعى ليها بكل ما اوتي من قوه، افكاره مبروك. كلها متغيره كمان من مباراه لمباراه، من ماتش لماتش، من بطوله صح. لبطوله، هو عارف هو عارف عايز ايه، انا عايز ايه من الماتش بتاع النهارده، وده اللي عايز بعد الماتش بعد ما اكسب خلاص انا هغير فلان وفلان، اطمنت خلاص اغير اللعيب بتاعي صح تمام، مش نازل بقى خلاص انا هحط معلول واحط مروان واحط علي ديانج واطلع بيرسيتا وابتدي العب بايه بخمس ست لعيبه متغيره واستنى الجيم لو قفل لا هبتدي اغير، ممكن ما الحقش خد بالك، ودي نقطه برده مهمه، ممكن ما الحقش ادخل صح. في الجيم لو ام بي جاب جول النهارده واللعيبه دي بره مش موجوده، هل اللعيبه اللي جوه الملعب عندها الثقه ان هي ترجع مره ثانيه تمام بالتغيير بخمس ست تغييرات؟ ممكن يبقى صعب الرجوع في الجيم بسرعه، ممكن التفاهم ما يجيبكش، لكن انا من بدايه اللقاء اضغط، من بدايه اللقاء اسجل، من بدايه اللقاء اكسب صح. بعد كده ابتدي ايه اريح. دي فلسفه بعض المدربين، وده اللي ريحنا شويه الشوط الثاني، بس خد بالك دي فلسفه برضو مدرب عايز يحقق نتائج السنه دي بالزبط. ممكن خد بالك الفلسفه دي تغير السنه الجايه، يعني ممكن كولر السنه الجايه يغير الفلسفه دي، ليه؟ خلاص اطمن خد البطولات اشتغل، اللعيبه عرفته، الناس بتخاف منه خلاص، خلاص هو السيستم بقى بيدور لوحده، اسلوب اللعب ممكن يختلف، اسلوب التغيير، اسلوب الراحه ممكن يختلف، لكن انا السنه دي انا لسه ما حققتش حاجه. هو خد بالك هو بيفكر صح. بعين الراجل اللي لسه ما حققش البطولات المطلوبه منه في سواء اذا كانت بطوله الدوري المصري او بطوله افريقيا، ودول اهم بطولتين انت جاي ليها يا مستر كولر، انت جاي عشان بطوله افريقيا وبطوله الدوري العام. فالنهارده هو بيشتغل بالاستراتيجيه دي، انا عايز اكسب البطولات المطلوب مني ان انا احققها
تمام. هو بيشتغل على الحته دي، عشان كده لو وقت للراحه ما عندوش وقت للراحه، ما عندوش وقت ان هو يقول لك لا انا النهارده ممكن استغنى عن فلان عشان عندي البديل، ممكن لا انا ما عنديش استغناء، انا عندي طالما انا شايف ان اللعيب ده سليم 100% لا يبقى ده يديني لحد ما اعدل بار الامام في المباراه. هو ده الاستراتيجيه بتاعت مستر كولر وناجح فيها بشكل جيد جدا ومقدم على الاهلي بشكل كويس. صحيح. عجبني يا كابتن شريف برضو هدوء مستر كولر في التعامل مع اوقات المباراه المختلفه، حتى شفنا فتره من فترات برغم اضاعه الاهداف الا ان هو طبعا هو من جواه اكيد زعلان ومتهيألي ان هو هيتكلم على كده في المؤتمر الصحفي، غير ما اعرف هو لسه قال ايه، ولكن هدوءه وابتسامته زي ما بيقول الكابتن بلال يعني بيدي ثقه كبيره جدا جدا للعيبه في الملعب. وهو بيتفرج على الماتش هدوءه وثقته زي ما قالك علاء وبلال، انا وانا قاعد بتفرج على الماتش حاسس ان انا هكسب. ايه سبب الثقه في ان احنا واحنا بنتفرج كده حاسين ان احنا هنكسب في اي وقت؟ مش لضعف انبي ولا حاجه، لا انت فارض اسلوبك عن طريق نص ملعبك الستار الحديدي بتاعك اللي هو افطم ليه الفتره اللي فاتت دي كلها، هو سبب نجاحك كله. الثلاثه اللي هو ديانج ومروان وحمدي دول قلت لك لما بيلعبوا بيبقوا جيدين وفي حالتهم العاديه ما شفتش علي لطفي انت صح؟ الكرة الوحيدة اللي خدها الراجل من اتزحلق فيها ياسر ابراهيم وراح على الجون، هي دي الكرة الوحيدة اللي في المباراة اللي أنا بحسبها. حصل من المية اللي في الملعب وكلام ويعني تصدق خليني أروح على الجون بسرعة اللعيبة تاني. إنما غير كده ده الاختبار، ده الاختبار. غير كده بلال بيقول لك أنا قاعد حاسس إن أنا هكسب. إيه السبب؟ إيه السبب إن أنا هكسب؟ عندي نص ملعب مقفل يمين وشمال كويس، وراجل مروان ده جندي بيستلم زي ما انت قلت لي فاكر، بياخد تك راح مسلمك الكوره، حمدي فتحي بيسرق ويروح رايح ناحيه ثانيه عشان محمد شريف يا اسامه يروح حاططها له، يروح هوب كان ممكن يجيبها جول اول لو حصل. في تنوع في الاداء، في تنوع من بيرسيتاو ومحاوله امكانياته ان هو يعدي ويسابق، يمكن مش اسرع من الراجل انما بيحاول ان بيعمل له سبورت محمد هاني من الناحيه الثانيه. فرقتك بقت معظمه في جميع الخطوط، الله اكبر الحمد لله، الحمد لله. كويس. حتى محمد عبد المنعم النهارده مش موجود، متولي موجود اللي هو ممكن يبقى بلاي ميكر في وسط ملعب. أي. انت مش شايفه زياده عدديه، انت مش شايفه شادو بالنسبه لك ان هو يستلم ويقدر يطلع الاطراف معاك في نفس الشكل. فانا ما زلت بقدر ظروف اللي وصلتني لنص هذا الملعب لهؤلاء اللي هو كان بيلعب ده مع علاء. قالك في اول الماتش احنا بنلعب راجل جاي علينا علاء 4-2-3-1 فاكر؟ هيلعب غصب عنه 4-2-3-1. ابتدى يحصل فيه ايه؟ ابتدى يخش فيه جوال وابتدى فيه ناس تخش عنده من العمق وابتدى. انما لما قدر وجاله مروان وجاله حمدي فتحي بقى عاد من الاصابه كويس قوي، وخسر سوليا ورجع له ديانج، وديانج زي ما انتوا قلتوا لما بينزل في المساحه اللي هي في النص دي بحوت. هو بالنسبه لي انا النهارده هو وعلي معلول هم الاداء المتميز بالنسبه لي انا. فعندك كمان علي معلول وحسن التصرف في كل الكور اللي بتجيله وبناء الهجمات وبيخلي اللي قدامه غصب عنه يلعب كويس. يعني عبد القادر بالزيادات اللي بيعملها بالبلان بي اللي مش موجود، دايما نقول يا عم عبد القادر احنا عايزينك في بلان بي. بلان ايه؟ بتروح وبتطرح وبتهز الديفنس زي ما انت عايز. البي بقى اللي هو الفينش اللي هو النهارده 5-6 مرات بالنسبه له ضيع على نفسه مباراه عمره النهارده. فانما عنده كويس، عنده الدخول وعنده التفكير وعنده المشاهده بعد كده. فكل الفرقه عندك بقى ليها انياب قاعد فعلا. انا وبلال وعلاء وايمن اسامه بنتفرج حاسين ان احنا هنكسب في اي وقت. ليه؟ لان كل واحد بيدي اللي عنده، كل واحد عنده مجهود بفوارق بقى الامكانيات اللي عندي. انا مش هقدر اقول ان قفشه زي كندوسي زي حمدي فتحي، لا كل واحد عنده لون، كل واحد عنده طعم. ولما بيتاخر قفشه في الباصه بنزعل. بنزعل ليه؟ انا عنده قد كده 10 مرات. سوليا النجم اللي هو نجم منتخب مصر والنادي الاهلي على العمر وعلى الطويل، هو نازل النهارده نفسيا عارف لو سوليا مكشر هيجيب له جونين النهارده وهو واقف. طاهر لو مركز انا نازل اجيب جون دلوقتي هيجيب الجون اللي احنا بنتكلم عنه. فاحنا مبسوطين من الاداء جدا، املين لقدام جدا،
بقت بطوله الدوري زي ما بيقول اسامه ان شاء الله هي الاقرب ان شاء الله هي الاقرب بالنسبه لنا في التصرفات دي مش في العنجهيه مش في لا انما انت النهارده بتستلم كوره وبتطلع خطوط وبتلعب الكوره على الارض تك 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 مفيش عندك حاجه مأخراك مش شايف مين قدامك الحقيقه علاء قال لك انا بلاعب فرق بالنسبه لي انا قلت لك وعلاء انا هيلعبونا كلهم 5-4-1 كل الفرق في العالم لما هيجوا يلعبونا هنا الوداد نفس الشكل هيحاولوا يخطفوك ويعملوك ودي فرق واصله نهائي وواصله كل حاجه هتلاقي هات وخده هتلاقي فيه انما انت البيز بتاعك العظم بتاعك بقى موجود نص ملعبك ستار حديدي بيمنع اي حد ان هو يهدد الناس اللي ورا عندك ما بقاش فارق معاك شوبير يقف ولا علي لطفي ولا الشناوي بقى قليل جدا ما تشوف الفتره اللي فاتت شفناهم قليل قوي شفناهم قليل لان في تفاني في نص الملعب وفي تفاني من الاطراف وفي كل واحد عنده مجهود وكتوع عنده موتيف عايز يعمله انا بس حاله واحده بس بالنسبه لي انا لحد دلوقتي شايف فيها شورتج او يعني انا محتاج في العمق الهجومي ده تركيز احسن من كده بيني وبينك يعني لان انا ما ينفعش انا اضيع الاجوان دي كلها وانا عندي جميع الامكانيات ان انا باخذه اي فرقه بلعبها انا ماليش دعوه بامبي النهارده او اي حد انا ليا دعوه بان انا كل شويه انا عندي الجون كل شويه انا عايز اثنين ثلاثه بيخشوا ده بيقلش ده بيحطها ده زي كل الفرق ما بتعمل اللي طماع اللي عايز تاخد بطوله هو ده ال بنسميها ايه احنا الاجريسيف بمكشر عن انيابنا قوي في الحته دي في المنطقه دي بس كويس شراسه الهجوميه الشراسه الهجوميه اللي انا عايزها ما بقاش نازل زعلان بقى من على الخط بس انت كويس ان انت قلتها لي على الهوا بيني وبينك محدش سمع لا يعني ما حتى قلت فعلا محدش سمع عايز ايه لا ولا حاجه ما قلتش حاجه تعقب ولا انا بصراحه علاء عايز الحته دي تملى جنب محمد شريف ابص الاقي اثنين ثلاثه بيزحلقوا بيخبطوهم بعض وبيجيبوا جول احنا مش ناقصنا غير دي بصراحه النهارده كانت هتلاقيها 6-7-18-20 بيني وبينك برضه بتوصل انا ببقى قاعد كلنا عايزين هنتجنن بنوصل ولا اسرع فرقه في العالم دلوقتي احنا اللي بنوصل عن طريق نص ملعبنا الستار الحديدي بشكركم بشكرك يا مستر مارسيل كولر ان انت فطنت لهذا النص الملعب العالمي اللي موجود عندك دلوقتي كمل ان شاء الله المسيره بهذا نص الملعب واللعيبه كلها ما شاء الله الله اكبر خدوا بالكم من نفسكم الفتره نمسك الخشب طيب نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي من جديد بجد تحيه بيك كابتن ايمن وضيوفك الكرام الف مبروك فوز النادي الاهلي واضافه 3 نقاط جيده مهمه جدا في مشوار الدوري الممتاز وخطوه من 3 خطوات مهمه جدا النهارده ام بي ان شاء الله بعد كده طلائع الجيش وكمان سيراميكا كليوباترا عقب نهايه المباراه مع الكابتن سعد الحفيظ مدير الكره الف مبروك كابتن فوز مهم في توقيت مهم خاصه بقى مع النغمه بتاعه الفريق مشغول بافريقيا والكلام ده كله يعني الحمد لله طبعا واحده من اللقاءات المهمه بالنسبه لنا سواء بترجع بيها لمباراه الدوري فكان كويس قوي ان حاله التركيز اللي كان فيها اللعيبه يعني الدوري واحده من الاهداف الرئيسيه والاساسيه في الاهداف اللي احنا عايزين نحققها السنه دي عندنا مباراه مع طلائع الجيش يوم الجمعه وبعدين مباراه مع سيراميكا يوم الاثنين وبعدين الاستعداد لمباراه الوداد يعني انا مش عايز اسبق الاحداث خالص ومش عايز الكلام يبقى فيها كتير قوي مباراه الوداد وافريقيا بشكل عام يعني مهم جدا ان احنا يبقى في حاله هدوء شديد جدا بحيث ان انت لما تيجي مباراه الوداد باذن الله وما قبلها يعني يبقى الاستعداد تصاعدي ما يبقاش فيها من دلوقتي خالص لان انت في النهايه لو بتتكلم من دلوقتي اعتقد ان الامر هيبقى سابق لاوانه بشكل كبير قوي سايا النهارده 4 عناصر اساسيه مش موجوده في التشكيل 4 عناصر دخلوا غيرهم ما حسناش بفرق لكن الفريق النهارده 2-0 وجمله من الاهداف ضاعت كمان يعني الحمد لله الحمد لله طبعا يمكن تحضير اللعيبه وتجهيزهم سواء كان على المستوى الفني او المستوى البدني او المستوى الذهني ده مهم جدا يعني بطوله الدوري هي الاصعب لان انت بتتكلم على موسم طويل جدا بتعدي بمراحل كتير قوي سواء كانت اجهاد او اصابات او حاله فنيه او ضغوط ضغط مباريات فالمهم جدا جدا الحاجات الاساسيه والمهمه قوي ان انت بقى كل جاهز يعني كابتن سالم يمكن الضغط 9 ايام فيهم 3 مباريات شايف ده هتتعاملوا معاه ازاي خاصه خلاص الحمد لله اول خطوه ام بي خدناها فطلائع الجيش خلاص 48 ساعه هنلعب طلائع الجيش وبعد كده كمان سيراميكا كليوباترا توصل الاختيارات دي خاصه طبعا بالجهاز الفني والراجل يعني لكن الخاص اللي انا اتمنى الناس كلها تاخد بالها منه ان احنا عايزين حاله هدوء شديد جدا في اليومين 3 اللي جايين في ال5-6-7 ايام اللي جايين لحد ما تنتهي مباراه سيراميكا ومن بعد مباراه سيراميكا يبقى حاله التركيز
تبقى موجوده بحيث انها تبقى تصاعديه يعني. لكن من دلوقتي الناس بتتكلم على مباراه الوداد، طبعا هي نهائي افريقيا يعني، تاريخ عظيم للنادي الاهلي، 4 مرات متتاليه عملها الاهلي يعني، عملها مرتين، عملها 2005 كان النهائي مع النجم الساحلي، و2006 مع الصفاقسي، و2008 و2007 مع النجم الثاني، وبعدين 2008 مع القطن الكاميروني، والنهارده بتعملها 4 مرات متتاليه برضو يعني، 2020 مع الزمالك، 21 مع كايزر تشيفز، و22 مع الوداد، و23 مع الوداد مره ثانيه. ده بالنسبه لابطال الدوري. الاهلي عملها 6 مرات بس كانت بطولتين مع بعض، 82 و83 و84 و85. 82 و83 كانت دوري الابطال، 84 و85 و86 كانت كاس الكوس بمسماها القديم، 87 رجعنا ثاني للابطال. يعني انت عملت 6 فاينل ورا بعض بس كان داخلين بطولتين ورا بعض يعني. فتاريخ عظيم جدا للنادي ولعيبته والمنظومه ككل يعني. لكن انا بقول ان احنا نهدى خالص يعني، مهم جدا جدا نوصل اللعيبه حاله هدوء شديده جدا يعني، حاله تركيز في الدوري، الاولويات دلوقتي بطوله الدوري واحده من الحاجات المهمه جدا لينا السنه دي عشان نوصل لمباراه طلع الجيش بشكل هادي جدا، ما فيهوش نرفزه، وان شاء الله الرحمن يا رب باذن الله ما يبقاش في اي حاجه خالص الاصابات في المباراتين اللي جايين. بعد مباراه طلع الجيش وسيراميكا نبدا نتكلم على الوداد ان شاء الله. ده كلامكم على اللعيبه ودول رسالتك لعيبه، رسالتك بقى لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ما بتخلاش على الفريق في اي لحظه. لا يعني انا مش عايز اقول رسائل، هو عارف دوره كويس قوي يعني، ان شاء الله الرحمن نبقى عند حسن ظنكم ونحقق بطولتين مهمين جدا غاليين جدا اللي هي بطوله الدوري وبطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. كابتن ايمن، دقق اللقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، يا رب دايما في اتصالاته وبطولاته يبقى دايما النادي الاهلي رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد توفيق. اتكلم عن مباراه الفريق حقق فوز مهم النهارده، وبالنسبه لنا اهميه استمرار تجميع النقاط في المرحله الحاليه للفوز بالبطوله، ان احنا عنينا على البطوله، 3 نقاط غاليه طبعا ومهمه جدا في مشوار البطوله لاعاده الدرع مره اخرى لمكانه الطبيعي. كان مهم طبعا تحقيق الفوز اليوم ده برضو كابتن سيد عبد الحفيظ بعد العوده مره اخرى للمباريات المحليه. واتكلم بقى عن ان الفريق بيخوض في الفتره دي سلسله من المباريات المضغوطه. الفتره الجايه في ماتشين مهمين في ظرف 5 ايام، عندنا ماتش يوم الجمعه ان شاء الله وماتش يوم الاثنين، النهارده الثلاث لعيبه بتطلع الملعب هيبقى يوم الاربعاء جه، يعني انت في ظرف اسبوع بتلعب 3 مباريات في الدوري وانت مطالب انك تكسب لان انت عايز تحسم الامور مبكرا ان شاء الله. قال ان الجهاز الفني بيتعامل بهدوء شديد، واحنا اتكلمنا في الموضوع دوت كابتننا الكبار اتكلموا فيه، من اجل تجاوز هذه الفتره لتحقيق اكبر المكاسب. لا تزال هناك مباراتين قويتين امام طلائع الجيش وسيراميكا، وان الجهاز الفني بيتعامل مع كل مباراه على حده. يعني انا من دلوقتي خلاص خلصنا امبي، بنبص للمباراه القادمه. بعد ما نخلص المباراه القادمه بنبص للمباراه اللي بعدها. بعد ما نخلصها نبص بقى على، يمكن ده كان اخر كلام كابتن سيد، ان بعد كده هنبص بقى على مباراه الوداد والنهائي افريقيا ان شاء الله، لان احنا بنتكلم على بطولتين غاليين جدا 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 على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وده هدفنا في الفتره الحاليه. دلوقتي مركزين في الدوري، نبص على بطوله الدوري. بعد ما نخلص الماتشين اللي جايين ان شاء الله، وماتشين صعبين برضو جدا على فرقتنا في ظل الضغوط، ولكن احنا قادرين ان شاء الله على حسم الامور يا كابتن علاء. هو كلام واقعي جدا يا ايمن، وكلام منطقي جدا. زي ما اتكلمنا قبل الاستوديو، ان هو بيفكر في اللي هو موجود فيه الدوري، مباراه الدوري فكر فيها، وعايز يحسم البطوله اللي بقى لها سنتين بره النادي. فده الاهم دلوقتي الدوري، فهو بياخدها خطوه خطوه. النهارده عدى خطوه، 3 نقاط مهمين جدا، ناقص له خطوتين بالظبط. طلائع الجيش ان شاء الله يعدي، وسيراميكا يبقى كده حسم الدوري رسمي، يبقى بعد تماما عن بطوله الدوري، حسمها الحمد لله ورجع تاني النادي الاهلي. يبقى عايز ايه؟ انت لما بتكسب كمان بتهمد اللي تحتيك، حتى لو عنده امل بنسبه 5%. اللي تحتيك همدان همدان. والله صدقني، هو بيبص للموقف ايمن، الفرق بينه وبين اللي تحتيه نقطه. وخمس مباريات مؤجله للنادي الاهلي، هو عارف ب4 نقط دلوقتي، هو ب4 دلوقتي فاهمني، هو عارف قيمه النادي الاهلي لما يبقى عنده ماتش واحد مؤجل، فما بالك 5 مباريات
والفرق الكبير قوي ده هيبقى بين الاهلي وبين المنافس بتاعه. فالموضوع يعني الموضوع لا الموضوع بالنسبه للمنافسين موضوع بعيد تماما، لكن بالنسبه للنادي الاهلي هو موضوع مساله وقت وتجميع نقاط، وده صح، مش مساله وقت بس، مساله وقت وتجميع نقاط بمنتهى التركيز بنتكلم عليه سيد دلوقتي. تركز خلاص النهارده 3 نقاط مشينا خلصنا، عندنا مباراه يوم الجمعه ان شاء الله، تركيزك كل التركيز ب3 نقاط وتخلص ان شاء الله. هو ده الهدف اللي يعني ايه الاهلاويه كلهم عارفينه. مظبوط. بطوله الدوري ان شاء الله وبطوله افريقيا، دول البطولتين المهمين اللي قدامك دلوقتي. الاقرب ايه دلوقتي؟ الدوري، بطوله الدوري بدات التركيز فيه. صحيح. خلصت النهارده خطوه ان شاء الله خطوتين، ويبقى بطوله الدوري ترجع تاني للنادي الاهلي باذن الله. وهو ده الصح، او ده التفكير اللي بيفكر فيه سيد، بيفكر فيه الجهاز الفني، انك انت تاخد مباراه مع الدوري وتخلص ان شاء الله، وتبدا تبص الحاجه ان شاء الله الاكبر ان شاء الله باذن الله. تعالى بقى نروح نشوف مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. هل بشتون نزين بيه هي ساعان كده؟ عايز الجاكيت بتاعي ولا؟ So, Sie können anfangen. Ja, ja, wir freuen uns natürlich über den Sieg. Ich denke, wir haben das Spiel klar beherrscht und hätten ja, noch mehr als 2 Tore erzielen können. Speziell jetzt auch in der zweiten Halbzeit noch. Gell? Oder bis das erste Tor gefallen war und dann das zweite kam, hat der Gegner natürlich kompakter gespielt. Daher mussten sie mehr öffnen, zweite Halbzeit. Und wir hatten noch mehrere Möglichkeiten und es hätte gut 4 oder 5 Tore geben können. احنا سعداء بالفوز طبعا، لكن مش سعداء قوي بالنتيجه، كان ممكن تخلص بنتيجه المفروض اكبر من كده. احنا سيطرنا على المباراه سيطره شبه كامله، بالذات الشوط الثاني او بالاحرى بعد ما جبنا الجون الثاني بدا الماتش يفتح. هم كانوا في الاول مدافعين او واقفين دفاعين كويس، لكن بعد الجون الثاني الامور هم بداوا ان هم عايزين يلعبوا شويه او يخرجوا شويه من المنطقه الدفاعيه بتاعتهم، فبدا نخلق فرص كتير بالذات في الشوط الثاني، فرص غير عاديه. احنا كنا المفروض النهارده نكسب 4 أو 5 مستريح. Patrick für den Sieg heute und die 3 Punkte. Sie haben dann der Asiela مش اتفضل عشان انا بس انا احتفظ بالاسئله في لازم دراي فاين يس Also die erste Frage dann, die haben wir den Stammspieler begonnen heute. War es dann eine Botschaft, dass für Sie die Meisterschaft wichtig sind und dass Sie das klar die Meisterschaft gewinnen wollen und früh? Die zweite Frage dann, wird das dann auch so bleiben dann bei den nächsten Spielen, die 2 nächsten Spiele vor Wydad spielen, dass nur die Stammspieler spielen? Dritte Frage, ist es nicht ein Risiko, dass nur die Stammspieler so intensive Spieler in 48 Stunden spielen? Okay. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass natürlich auch, also wer ist Stammspieler? Ne? Also wir haben ein großes Kader und wir haben immer mal wieder durchgewechselt und es gab Verletzte, es sind Spieler, die zurückkommen. Wenn ich 3 oder 4 Wochen verletzt bin, dann natürlich auch nicht diesen Trainingsrhythmus habe, weil wir ständig unterwegs sind, weil wir wenig eigentlich alle zusammen trainieren können. Dann ist es wichtig, dass man auch in den Rhythmus reinkommt. Ja. Und das ist schwierig, wenn du dann 3, 4 Wochen nicht gespielt hast und dann gleich ein Spiel von Anfang an spielst und um 90 Minuten gehen würdest, ist einfach auch die Gefahr, dass wieder eine Verletzung kommt, ist zu groß. Also darum versuchen wir das so ein bisschen zu handeln. بالنسبة للسؤال الأولاني، يعني إيه لعيب أساسي؟ أنا عندي قائمة كبيرة، كل لعيبة عندي زي بعض.
بيبقى في ماتشات ببدا فيها بتشكيل على حسب برضو الاصابات، في لعيبه بتبقى مصابه وعبال ما بترجع ما بتقدرش انها تدخل على طول بسرعه، لان احنا في الريتم اللي احنا فيه ده اللعيبه ما بتتمرنش كتير مع بعضها كمجموعه كامله، في مجموعه بتتمرن اقل شويه فعبال ما ياخد ريتم الماتشات بياخد وقت اطول. كمان اللعيب اللي مصاب بقاله 3 اسابيع او اسبوعين او اكتر ما اقدرش ان انا انزله من اول المباراه او ينزل 90 دقيقه مره واحده، فلازم بنزله بقنن نزوله في الاول لغايه لما يبدا يخش تاني في رتم الفرقه. فما فيش عندي فكره لعيب اساسي، احنا بنقعد نحاول قدر الامكان طول الوقت ان احنا نهندل الموضوع ان كله بيلعب من غير ما يبقى فيه اي خطوره على اي لاعب في الاصابات، وان كله يبقى الاداء دايما في اعلى مستوى ليه. Ob das so bleiben wird, kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Also es ist natürlich auch wichtig, die vielleicht jetzt nicht regelmäßig gespielt haben, die müssen mir natürlich schon auch was anbieten. Ne? Das heißt, sie müssen im Training oder die Trainingseinheiten, die sie haben, die müssen sie 100% absolvieren. Und wenn ich nur das Gefühl habe, ja, ich kann vielleicht so ein bisschen mit 60% dahin gehen, dann wird es nicht reichen. Ne? Und das muss ich sehen, das will ich auch sehen, dass dieser Einsatz da ist. Und dementsprechend ist jetzt natürlich nach dem Spiel auch wichtig, da dann nachzufragen, okay, wie ist die Müdigkeit, wie ist die Fitness, also wir werden sicher auch wechseln wieder beim nächsten Spiel, aber wie viel und wer, das ist aktuell noch offen. السؤال الثاني بالنسبه للفتره الجايه، ما اعرفش الماتش الجاي هيبقى ازاي او مين هيبقى موجود مين مش هيبقى موجود. انا المهم بالنسبه لي ان اللعيبه اللي ما شاركتش الفتره الاخرانيه بشكل منتظم انها تديني 100% في التمرين، لازم اشوف منهم فعلا رغبه سواء في دقائق قليله بيشاركوا فيها او في التمرين 100% مش 60%. اي لعيب هيحاول ان هو يديني 60% في التمرين او في الفتره دي بالنسبه لي مش هقدر ان انا اشوفه. اللي هيبقى بيديني 100% وبيحاول وبيحارب على فرصته وعنده الرغبه وبيوريني ده لان انا عايز اشوف منه ده هو ده اللي ليه فرصه. مين الماتش الجاي هيلعب؟ اكيد هيبقى فيه تعديلات طبعا في التشكيل او هحاول اغير شويه عشان اريح بعض الناس، لكن مين وقد ايه وكام لعيب ما اقدرش اقول دلوقتي خالص. Also es ist noch wegen Risiko. Also المخاطرة und so intensive Spiele sind, dann ist das sicher ein Risiko. Aber wir versuchen das natürlich schon zu handeln und mit den Spielern oder die Spieler anzuschauen und auch zu schauen, wer jetzt permanent gespielt hat, dass wir da mal eine Pause geben. بالتاكيد لما يبقى في مع ضغط الماتشات دي في ريسك ان هو هقعد العب بنفس اللعيبه طول الوقت، ولكن احنا بنحاول نهندل الامور دي ونديرها بشكل جيد ان احنا بنشوف مين اللعيبه اللي لعبت عدد كبير قوي من الدقائق ارقامه بتقول ان خلاص بدا يخش في مرحله فيها خطوره ابدا اريحه وابدا ادخل حد تاني. احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا ندير الامور بشكل كويس ان شاء الله عشان ما يبقاش في خطوره على اللعيبه. مبروك الفوز النهارده. فاتوري غفرينزيك هايت. مستر كولر بدأ بتشكيل كان محمد هاني الكابتن ورقم 2 في الترتيب علي معلول. علي معلول لعيب محبوب من جماهير الاهلي والناس كتير منتظره. يمكن سؤال لو سؤال. الناس منتظره ان علي معلول يلبس شارت القياده في النادي الاهلي كاول لاعب اجنبي في التاريخ. هل مستر كولر ممكن يفكر في ده في الماتشات الجايه؟ Heute hat Hani begonnen als Kapitän der Mannschaft. Ali Malul war auf dem Platz und ist einer der beliebtesten Spieler unter den Fans. Die Fans erwarten dann eines Tages ihn dann als der erste ausländische Spieler, der die Binde hat, zu sehen. Denken Sie dran, dass Sie ihm dann die Chance geben, dann als Kapitän dann anzutreten? Ja, ich denke, also ich bin jetzt grundsätzlich nicht dafür, weil jetzt natürlich die Fans wollen das und aber wir haben klare Regeln hier im Club und wenn das nicht auf natürlicher Basis passiert, wenn jetzt Henny oder Shenawy, wenn die verletzt sind, dann ist es möglich. Aber nur damit jetzt Ali diese Binde hat und alle Fans wollen das sehen, also das werde ich nicht tun. أكيد أنا مش في النادي الأهلي قواعد لشرط الكابتن. Weil das ist irgendwie gesucht. Das ist dann wieder eine Frage, okay, der Fan möchte gerne den Spieler sehen, der Fan möchte gerne den Spieler sehen und dann, ja, dann brauchst du mich ja gar nicht mehr. Dann kann ich zu Hause bleiben und können die Fans dann dementsprechend die Mannschaft zusammenstellen. Also die sind nicht dabei im Training, die sehen nicht jeden Tag, was los ist. Also ist da natürlich ganz was anderes. Aber sie können natürlich Wünsche stellen, aber das heißt ja nicht, dass ich die erfüllen muss.
زي ما قلت في البداية، في قواعد صارمة في النادي الأهلي محددة مين اللي يلبس شارت الكابتن. عارف إن الجمهور بيتكلم في الموضوع ده كتير قوي الفترة اللي فاتت، لكن الكلام ده لا يعنيني إطلاقا. اللي هيلبس شارت الكابتن طبعا للقواعد عشان أسباب فنية، مش هغير حد ولعب حد مكان حد عشان خاطر ألبس واحد شارت الكابتن، أكيد ده مش هيحصل أبدا معايا. ونقطة تانية كمان، إن ممكن يحصل ده بشكل طبيعي، يعني بشكل طبيعي لا قدر الله لو مثلا هاني مش موجود والشناوي مش موجود فعالي موجود والسلاية مش موجود، تحصل بشكل طبيعي. لكن ان انا اعملها عشان اجامل حد، انا مش هعمل كده ابدا. اللي هيلعب عشان خاطر انا محتاجه فنيا، عارف ان الجمهور بيتكلم في الموضوع ده كتير، ده عايز ده يشوف ده في الملعب، والجمهور ده واحد منهم عايز يشوف ده في الملعب، ولا ده بيقول لا انا عايز ده اللي يبقى الكابتن، لا ده اللي يبقى الكابتن. لو هم الجمهور عايز يمشي الامور، اقعد انا في البيت والجمهور هو اللي اختار التشكيل واختار اللعيبه، وانا ماليش دعوه بالتدريب. ده مش هيحصل، انا المدرب انا اللي بختار. الجمهور مش معانا في التدريبات، مش معانا في الملعب، ما يعرفش ايه اللي بيحصل خلف الكواليس، وبالتالي في قواعد لموضوع الكابتن وهنمشي عليها. بس السؤال اتفضل اخر سؤال. لا اصل دلوقتي نص دقيقه بعد اذنك. احنا وقتنا خلص. اتفضل. Gratuliere dann für den Sieg heute, dann ein Schritt dann für Richtung Meisterschaft. Ich nehme das, den letzten Satz, den Sie gesagt haben, dass Al Ahly viele Chancen gehabt hat. Er hätte dann viele Chancen vergeben. احيانا منافسين اقوى ومباريات مقفوله، وطبعا اقصاها طبعا ماتش النهائي دوري ابطال افريقيا. Die Mannschaft hat sich unter ihrer Führung dann sehr entwickelt, auf allen Ebenen, defensiv und offensiv. Es bleibt nur einen Punkt, der bis jetzt nicht irgendwie gelöst ist, nämlich dann, dass wir so viele Chancen vergeben haben. Und im Vergleich zu den Chancen, die wir kreieren, schießen wir nicht so viele Tore. Wie können Sie das in Zukunft lösen, besonders dann in nächster Zeit kommen dann noch schwierige Gegner, noch intensivere Spieler, bis zum Beispiel Finale dann Champions League? Ja, das ist auf der einen Seite natürlich schon auch Training, ja, wenn man regelmäßig trainiert, wenn man viel trainiert, dass man Vertrauen hat. Wir haben aber eigentlich, seit wir begonnen haben, also das gibt ja auch eine Statistik, wie viele Chancen dass wir kreieren, aber ja, wir schießen zu wenig Tore. Wir könnten viel mehr Tore schießen. Das heißt auf der anderen Seite auch, dass wir unseren Kopfballpendel brauchen. Für das Timing, für die tägliche Arbeit auch, also um Kopfbälle da zu verwerten. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Konzentration und ja, da können wir uns sicher noch verbessern. Es ist manchmal auch, oder es gibt es auch, dass vielleicht ein Spieler den besser Platzierten nicht sieht, ja, und durch das dann versucht zu schießen und der Gegner kann abwehren oder der Torhüter kann halten. Das sind Dinge, die wir weiter verbessern müssen. في جزء من موضوع التدريب ان الواحد ما بيتمرن كتير بيبدا ان هو يكتسب الثقه، يكتسب الهدوء قدام المرمى. وده واضح طبعا ان احنا لو جبنا اي احصائيه للنادي الاهلي من اول الموسم هنلاقي ان نسبه الفرص اللي احنا بنخلقها كبيره جدا مقارنه بالفرص اللي احنا بنجيبها. العدد طبعا سيء، يعني احنا المفروض اهدافنا تبقى اكتر من كده بكتير، لكن ده عايز شغل كتير، عايز تمرين كتير، عايز كمان تركيز. في جزء منه عنصر منه تركيز، في عنصر منه ان ساعات اللاعب بيبقى في مكان قله التركيز لكسر من الثانيه، ان هو ما بيشوفش اللعيب اللي واقف في مكان احسن فياخد قرار ان هو اللي يشوط رغم ان هو مش ده احسن قرار. في مثلا ضربات الراس عندنا فيها مشكله، ففي جهاز طالبينه من المانيا لسه بقاله فتره في الطريق، عشان كده بيبص له ويضحك ان احنا اللي طالبينه. وبنحارب في موضوع الجمارك والامور دي عشان خاطر نجيب الجهاز من بره لتدريب لعيب على ضربات الراس بشكل احسن. فموضوع فيه جزء تركيز، فيه جزء تدريب، بنحاول نشتغل على ده اكتر طول الوقت، وبنتمنى طبعا ان ارقامنا تبقى احسن من كده في الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا. شكرا. Er wollte dann über Ali Lutfi fragen, wie es ihm geht. Er will dann, es ist vorbei und Zeit ist Schluss. Ja, es geht doch noch. ممكن نجاوب على السؤال ده بس. شكرا.
اخر سؤال دلوقتي عندي خمس ناس ist... هو هيجاوب على السؤال لا طب انا هسمع الكلام ich weiß es nicht ich weiß es الاجابه ما اعرفش also wir werden das untersuchen هيتم الكشف عليه ونعرف احنا ما نعرفش لسه كابتن اسامه لا مش انت كابتن شويه كابتن اسامه انت يا جماعه عايز تاخد السؤال ده انت كابتن يعني سؤال غريب اللي قال كابتن اسامه وهو انتبه وهو بص انت هتدلعك اسامه دلوقتي عليا وبعدين كده يروح ولا اسم الدلع بتاعك اسامه كابتن اسامه مستر كولر في حديثه في المؤتمر كان اول حاجه قال ان سعيد ان انا كسبنا المباراه النهارده ولكن كان ممكن نكسب المباراه اكتر من كده خلقنا العديد من الفرص كان ممكن نطلع بفوز مستريح 4 أو 5 في الشوط الثاني في سؤاله برضه عن لعيبه قال كل لعيبه عندي زي بعض ولكن هو عنده في تقنين للاحمال والتوقيتات سواء في التدريبات او في المباريات وقال طبعا ان الفريق بتضم قائمه الفريق بتضم لعيبه مميزه قال من ضمن الكلام برضو ان هو ما يقدرش يحط لعيب في الفريق الاساسي على طول خصوصا لو هو غايب بقاله فتره عن الملاعب بسبب الاصابه. بيعمل سياسه التدوير والفتره في مباريات مضغوطه بس من خلال المباريات ديت هو بيبقى عنده الفلسفه ان هو يشرك جميع اللاعبين هو بيقول ان هو كل اللعيبه عنده زي بعض. ما عندوش يعني لعيب ضامن مكانه أو لعيب أساسي بصفة مستمرة لكن هو ما يقدرش يقول من دلوقتي أو يحدد مين اللي هيشارك في الماتش اللي جاي لأن هو قال برضو على نقطة كويسة إن هو لازم يشوف من اللعيبة اللي هي ما بتلعبش إن عنده الرغبة إن هو يلعب ولما يلعب ويجيله الفرصة يثبت ذاته ودي حاجة كويسة و قال التعديلات في التشكيل بتكون وفقا لظروف كل مباراه. اتكلم مره ثالثه على ظاهره اهدار الفرص امام المرمى. قال ان هو بيسعى الى علاجها لان هو بيقول بصراحه انا مستاء من كميه الفرص اللي بتضيع في كل المباريات هو امر يحتاج الى تركيز وعمل مضاعف. يعني النقطة اللي انت ابتديت بيها ونهيت بيها اظن كلنا اتكلمنا فيها وواضحة للناس كلها انه كم فرص ضائع كان كبير جدا سواء في الشوط الاولاني وكان بالاخص او اكتر في الشوط الثاني فدي نقطة ملحوظة ولازم شغل يبقى من المهاجمين فيه تركيز طبعا في شغل تخصصي بس يمكن دي الوقت ممكن يخلي مستر كولر ما يبقاش قادر في كل تدريب او لانه بيحتاج وقت للاستشفاء وكده فممكن يكون مش بيركز فيها او بيديها بالجرعات المطلوبه غير لما يكون الامور عنده راحه بين الماتشات ممكن تكون دي مهمه لكن برضو عايزه تركيز من اللعيبه عايزه لما بنجيب هدف واتنين ما يبتديش بعض اللاعبين يفضل نفسه حتى لو مش هو الافضل انه يجيب لانه في اهداف صحيح ضاعت مثلا انك انت حطيتها وانت مش محظوظ فيها حطيتها كويس والجون صدها لكن في اهداف بتضيع يا اما برعونه يعني حسن عدم تصرف جيد من اللاعب او مبالغه في الانانيه لانه احيانا برضو المهاجم بيحب يكون قريب من الجون بيحب يجيب جون او كره فيها يعني فرصته فيها اقل من واحد زميله ساعات بيحصل كده لكن ما تبقاش بمبالغه يعني ما يبقاش انا في موقف اصعب وزميلي سهل قوي انه يحطها ومش عايز احطها عشان انا عايز اجيب جون فدي طبعا نقطه هو ركز فيها موضوع ان كل اللعيبه زي بعض ماشي هو ممكن بالنسبه له يقول كده في مؤتمر صحفي يوصل للعيبه باحساسه انه بيعاملهم كلهم في التدريب بشكل واحد انه مثلا لما حد يكون ما بيلعبش فتره ممكن يكون بيكلمه بطريقه كويسه لان في مدربين واحنا كلنا عارفين الكلام ده
لما بيركز على مجموعه معينه ممكن تلاقيه متجاهل جدا بقيه اللعيبه، فممكن يكونوا اللعيبه بالنسبه له كلهم واحد من الناحيه دي. لكن مفيش مدير فني في العالم هيبقى ال 30 لاعب اللي في القايمه مثلا، 25 لاعب من حيث الكفاءه بالنسبه له ان كلهم زي بعض، لا طبعا مش ممكن يعني. هو ممكن يكون بيقولها يعني لرفع الروح المعنويه للناس، انه بيقربهم كلهم من بعض، ان هو بيعامل الناس يعني كلهم في المعامله ك يعني هزار بطريقه معينه مع معاهم كلهم، طبطبه على الناس اللي ما بتلعبش بطريقه معينه، اللي بيبعد مثلا حتى لو كان قريب فتره بعدين بعت ممكن بيواسيه ماشي يتعامل معاهم في كل الكلام ده. لكن من حيث اللعب مش ممكن كل الناس زي بعض. كل فرقه في الدنيا فيها ناس مميزه بتبقى هي الاساسيه، في ناس بتبقى الحاله بتاعتها الفنيه والبدنيه في الفتره دي افضل من اخرين، فهم اللي بيبقوا راكبين في الوقت ده وغيرهم ما بيبقاش موجود. فدي نقطة. موضوع التدوير هو عنده حق فيه، وهو من المدربين اللي واضح ان هو كان بيدور في بعض اللاعبين وبيحاول يجهز أكبر مجموعة. وقلنا كمان ان الدوري هيساعده في الموضوع ده، انك انت قربت جدا ان شاء الله من الدوري بإذن وعندك مش. أريحية، غير لو كنت انت في منافسة شرسة جدا والنقاط متقاربة، فلازم هتعتمد أكتر على الناس اللي بتلعب بصفة أساسية والناس الأساسية هتبدل لكن مش هيبقى بأريحية إنك أنت يعني قربت على الحصول على الدوري أو إن المنافسة أقل كتير يعني. فدي نقطة برضو من النقط اللي هو اتكلم فيها. موضوع هو برضو اتكلم إنه مش الجماهير هتحس بمين يلعب ومين ما يلعبش، عشان الجماهير ما بتبقاش موجوده في التدريبات ومش عارفه الظروف اللي احنا بنفكر فيها ايه وحاله اللعيبه ايه، ويعني دي برضو نقطه هو اتكلم فيها. فهو وضح الامور بشكل كويس، بس هو كمان الظريف ان هو كلنا لاحظنا ان هو قاعد مبسوط وبيضحك في المؤتمر، في اريحية، لان المكاسب صح بتشيل الضغوط عنك. مظبوط. يعني في مواقف اخرى هتلاقيها في ظروف معينه في اول السنه مثلا او في الفتره الاقل لما كان في دوري المجموعات كان مشدود، وكان لما حتى الصحفيين بيتكلموا كان بيبقى مشدود وكان بيبقى، لكن الحمد لله الفتره الاخيره النتائج ماشيه بشكل كويس، الاداء اللعيبه بتادي بشكل كويس، كل اللعيبه مبسوطه، وزي ما بيقولوا المكسب بيدي جو حلو داخل الفريق. صح. فهو قاعد مرتاح يعني. النهارده كسب بكل بساطه 2-0، وكانت ممكن النتيجه تتضاعف، ويعني انا شايف انه كلامه كله منطقي في معظم الامور اللي هي ايه اتكلم فيها. بس انا بس الحاجه الوحيده اللي قلتها انه كل فريق في العالم لابد ان يكون عنده لعيبه اساسيين ولعيبه بدلاء. صحيح. ما مش هتتغير يعني. صحيح. بس كده دي النقطه اللي بالنسبه كابتن بلال كنت عايز اتكلم على التغييرات. تقريبا يعني معظمها منطقيه، يعني التغييرات كان قدوسي مكان بيرسي في الدقيقه 64، سولية مكان حمدي دي 64، ومحمد مجدي مكان مروان في الدقيقه 64. هو عمل ثلاث تغييرات دفعه واحده، وبعد كده طبعا بسبب تعرض علي لطفي الاصابه مصطفى شوبير نزل في الدقيقه 78، وطاهر محمد طاهر نزل مكان احمد عبد القادر في الدقيقه 85. تغييرات للراحه والتجديد في نفس التوقيت. يعني انت التغيير في الدقيقه 64 بيرسي تاو بعد الاطمئنان، طبعا الاهلي اطمئن، الشوط الثاني افضل بكتير جدا، عندك فرص بتتاح بالجمله زي ما بنقول، سيطرة على المباراة بأكملها، فبالتالي خلاص انت بشكل عام المدير الفني خلاص بيبقى شايف المباراة رايحة على فين. تمام. مباراة تسايدها النادي الأهلي، فبالتالي التغييرات منطقية. بيرسي تاو عايز يريحه، حمدي فتحي برضو عايز يريحه، تمام، ومروان عايز يريحه. هما دول التلات لعيبة أساسا اللي كنا بنتكلم عليهم، هل قبل المباراة ممكن يعني يستبدلهم ولا لأ؟
فاحنا اتكلمنا قلنا لا هو بيلعب الكل في الكل، زي ما اتكلمنا عن مباراه الترجي وقلنا طب يا ترى كسبان ثلاثه هناك يا ترى هيغير يا ترى هيريح، قال لك لا انا مش هريح مش هغير تمام اطمئن على المباراه وبعد كده ابتدي اغير اللعيب. هو تغييرات منطقيه من وجهه نظر الشخصيه، الغرض منها في الاصل هي راحه اللاعبين، الغرض الثاني انك بتدي فرصه للعيبه اللي برده ما بتشاركش بشكل يعني ثابت او مستمر مع النادي الاهلي. الخندوسي لعيب جيد تمام، عنده امكانيات، عنده امكانيات جيده، لسه ما دخلش في الاجواء مع النادي الاهلي، لسه ما تاقلمش بشكل كويس لان اللعيب عنده لمسات جيده جدا مع النادي الاهلي، ودي برضو بتبقى مشكله اللعيب اللي بيجي يعني في يناير تمام، تبقى مشكله بالنسبه له، هل ممكن يتاقلم على الدوري هل ممكن يخش في وسط الفريق هل ممكن ينسجم، هل ممكن المدير الفني كمان يعتمد عليه في الطريقه اللي بيلعب بيها، دي برضو صح نقطه ممكن تمثل مشكله للاعيب اللي بيجي في الريال. لعيب عنده امكانيات، لعيب كواليتي كويس تمام، في مباراه السوبر ابتدى مع قدام بيراميدز ادى بشكل جيد تمام، خاصه في بدايه المباراه تمام، ولكنه الى الان يعني لسه ما دخلش في الاجواء. ممكن خد بالك بعد نهايه السيزون يبتدي موسم جديد فيبتدي خلاص حته بقى ان هو جاي النادي الاهلي لعيب جديد هي. ممكن الحته دي تروح فيبتدي نشوف لعيب تمام صحيح. مختلف شويه تمام، لعيب متاقلم مزبوط. لعيب خلاص عايش جوه الاجواء، لعيب بقى لعيب خلاص من ضمن يعني الترس بتاعه والف على التروس بتاعه النادي الاهلي. والسوليه وكذلك حمدي فتحي، حمدي فتحي هو رجليه في الملعب بشكل كبير، بيلعب بيأدي بشكل كويس. حمدي من اللعيبه اللي مستواها يعني واضح ان في طفره كبيره صح. الفتره اللي فاتت، فطبيعي ان انت بتغيره. خد بالك كابتن ايمن انت بتلعب على حاجتين والحاجتين اهم من بعض بتلعب على بطوله افريقيا الفاينل، مش عايز تخسر اللعيب صح. كاصابه عضليه في المقام الاول، انت في نهايه سيزون، وبالتالي اللعيبه دي خدت حجم من مباريات كبير جدا جدا جدا، فانت مش عايز تخسر اللعيبه اللي موجوده عندك اللي انت شايف ان هي لعيبه تقدر تكسبك بالزبط. يعني ممكن لعيب ولعيب يبقى الاثنين قريبين من بعض، فبالنسبه لي مش مشكله، لكن لعيب انا بعتمد عليه بشكل اساسي بيكسبني بيسجل لي الاهداف، لعيب مهم جدا جدا جدا، فبالتالي انا بحاول بقدر الامكان ان انا اديله جزء من الراحه في التوقيت الصح في التوقيت المظبوط. والتغيير الثالث قفشه مكان مروان، برضو تغيير اراحه لمروان، وقفشه لعيب جيد ولعيب عنده كواليتي، لكن طريقه اللعب برضو بتاعه الراجل مختلفه شويه. هو ما بيلعبش ب10 تمام، لكن بيدي تعليمات لبعض اللعيبه ان هي تكمل في الجزئيه دي. يعني هو حمدي فتحي مش لعيب رقم 10، لكن بيديله تعليمات دايما يكون موجود جوه ال 18، بيديله تعليمات دايما ان هو يزود يكون صح. موجود، بيديله تعليمات دايما ان هو يبقى اللعيب اللي بيلعب تحت راس الحربه في اوقات كتيره جدا 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 تمام، لكن هو ما بيعتمدش على لعيب رقم 10 في اصل بكواليتي او بامكانيات لعيب عنده رقم 10. دول الثلاث تغييرات، طبعا شوبير إصابة. ولطفي طبعا للاصابه، وطاهر محمد طاهر في يعني مكان عبد القادر في توقيت متاخر شويه، ولكن برضه اتيحت لي فرصه كان ممكن يسجل هدف طاهر محمد طاهر، هدف صحيح. من وجهه نظري الشخصيه سهل. هدف سهل صحيح. يعني هدف تحقيقه كان ممكن يبقى صح. يعني النسبه فيه 80-90%، فاهم قصدي؟ وبمناسبه يعني الاهداف، عجبك هدف محمد شريف وعجبك اداء محمد شريف النهارده؟ محمد شريف النهارده اداء جيد، الهدف رائع جدا 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 جدا. راس الحربه دايما ما يميزه الحته التهديفيه، في بعض الاوقات بيصنع وبينزل وبيأسست، لكن دي فرصه طاهر محمد طاهر في الاخر. يعني انا ما اعرفش هو فكر في الحقيقه، يعني انا تباطأ بعض الشيء، ولما دخل معاه المدافع انت حتى الركنه نفسها لازم تتركب في الزاويه اللي في على اليمين مش على الشمال. يعني انا وانا بحط، خد بالك الجول بيبقى نسبه 80% رايح الناحيه العكسيه، دي واحده برضو دي بتاعت السوليه مش كده؟ السوليه جت في العارضه، وخد بالك الحاجات دي كلها مش محسوبه لك من الحاجات الاون تارجت، فاهم قصدي؟ ايوه مظبوط. يعني دي بره، يعني مش في الحسابات. تيجي تتكلم على فرصتين زي دول تقول لك لا دول مش في الحسابات اساسا. صحيح. تمام؟ الاهلي بشكل عام مباراة حلوة، مباراة جيدة. صحيح. واخد بالك؟ صحيح. طالما انت بيجي لك فرص كتير، طالما انت النهارده ما بتستقبلش فرص كتير مزبوط. طول ما انت بتأدي بشكل جيد. صحيح. تمام؟ نتمنى للاهلي ان شاء الله يعني الاستمرار على المستوى والاداء الجيد باذن الله رب العالمين، والمكسب باذن الله ان شاء الله رب العالمين. كابتن شريف، قبل ما نقول بقى ترتيب الجدول الدوري، رجل مباراة اليوم. إلي ديانج بالنسبة لي أنا. إلي ديانج. كابتن علاء. مش عارف، أنا مفيش حد يعني كان يعني لو اديناها لحد في الملعب يعني. تدي مين؟ الأقرب يعني. أنا هديها محمد هاني.
محمد هاني. ماشي كابتن اسامه ما تقوليش 3 و4 و5 كل مره. انا هقول لك حاجه. اقول لك حاجه بقول لك كتير. انا اقول 2 واختار واحد. قوم يعني. لا اليو ديانج عامل جهد كبير جدا النهارده. خلاص. ومحمد شريف لانه في حاجه جاب جون حلو قوي. صح. وعمل اكتر من كره خطر ومنهم اللي شفناها دلوقتي اللي عملها لعمرو السوليه وحطها فوق العارضه. لو اخترنا واحد محمد شريف هو رجل المباراه. انا بقول محمد شريف. محمد شريف. طيب كابتن بلال. انا اتفق مع الكباتي يعني شريف واليو ديانج دول من يعني النهارده من افضل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي النهارده. تختار واحد بقى. يعني ممكن يكون شريف بالنسبه لي هو رقم وانا معاكم بالنسبه سجل وصنع وانا معاكم بالنسبه لي محمد شريف برضه هو رجل مباراه اليوم. سريعا هقول جدول الترتيب. نادي الاهلي في المقدمه لعب 22 مباراه عنده 56 نقطه. بيراميدز في المركز الثاني لعب 26 لعب ب 26 مباراه عنده 52 نقطه. فيوتشر في المركز الثالث لعب 27 مباراه عنده 51 نقطه. نادي الزمالك في المركز الرابع لعب 28 مباراه عنده 47 نقطه. نادي المقاولين العرب في المركز الخامس لعب 29 مباراه عنده 41 نقطه. نادي المصري البورسعيدي في المركز السادس لعب 29 مباراه وعنده 40 نقطه. نادي فاركو في المركز السابع لعب 29 مباراه ايضا وعنده 40 نقطه. الاتحاد السكندري في المركز الثامن لعب 27 مباراه وعنده 40 نقطه. نادي امبي في المركز التاسع لعب 29 مباراه وعنده 36 نقطه بعد هزيمه اليوم. نادي سموحه في المركز العاشر لعب 29 مباراه ايضا وعنده 35 نقطه. نادي الاسماعيلي لو بقى نحسبها من دلوقتي كل الفرق اللي انا هقول عليها دي تقريبا تصارع الهبوط. نادي الاسماعيلي في المركز ال11 لعب 28 مباراه عنده 32 نقطه. سيراميكا كليوباترا في المركز ال12 لعب 27 مباراه عنده 31 نقطه. في المركز ال13 نادي البنك الاهلي لعب 29 مباراة عنده 31 نقطة. أسوان اللي بدأ بداية ولا أروع مع أيمن عبد الله في الدور الأول في المركز ال 14 من 29 مباراة عنده 31 نقطة لأن النتائج والعروض اختلفت الشوط الدور الثاني. غزل المحلة برضو اللي بدأ بداية جيدة يمكن للسنة الثانية على التوالي ولكن في الدور الثاني زي برضو ما اعتدنا منه السنه اللي فاتت بينزل الاداء اذا كان فني او بدني. غزل المحله في المركز ال15 من 29 مباراه 31 نقطه ايضا. ثم ثلاث فرق 16 وال17 وال18. ال16 الداخليه لعبت 29 مباراه عندها 28 نقطه. طلائع الجيش لعب 27 مباراه عنده 26 نقطة. نقدر نقول لحد كده تقريبا في صراع ما بين من أول نادي الإسماعيلي في المركز ال11 المركز 17 ثم يأتي أخيرا حرس الحدود في المركز ال18 من 27 مباراة و16 نقطة. وأعتقد أنه هو يحتاج لمعجزة في زمن يعني أصبح فيه صعب جداً المعجزات. فأعتقد أن حرس الحدود أقرب الفرق للهبوط للدرجة الأولى به. هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. انتظرونا.